السلام عليكم، مرحبا بكم معايا يا الحادقات. في الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم الطريقه اللي تنحضر بها المخمل، او كاينين بعض المناطق تيسميوها المخمر. كاين المهم كاين عنده بزاف ديال المسميات، فحنا تنسميوه المخمر. غادي نوريكم الطريقه، راها بسيطه وسهله جدا. وندوز معكم مباشره للمكونات. عندي في المكونات الزيت، غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الزيت، زيت عاديه نباتيه. غادي نحتاج معلقه ديال الخميره، ها انا مذوباها في الماء مسبقا. غنحتاج معلقه صغيره ديال السكر، وغادي نحتاج الملح بطبيعه الحال حسب الذوق، شويه ديال الملح. عندي هنايا 150 غرام ديال الدقيق الفينو، اللي بزاف الاخوات تسائلوا على شنو هو الفينو. فالفينو هو اللي عندنا في المغرب تنقولوا الطحين الزرع، عرفت؟ حنا عندنا تمشي للحانوت تقول له عطوني طحين الزرع، هو هذا الصفر العادي، ماشي الحمامر اللي تتكون فيه النخاله. هذا الصفر العادي اللي هو دقيق القمح الاصفر اللي هو الفينو. فانا عندي 250 غرام ديال الفينو، وعندي 100 غرام ديال الدقيق الابيض العادي اللي تنستعملوا للكيكات. يعني تقريبا كميه الفينو هي الضعف ديال كميه الدقيق الابيض. ولا بغينا نضاعفوا هاد المقادير بطبيعه الحال راه حنا غادي نضاعفوها. تندوز مباشره وتنعجن العجينه ديالي بشكل عادي بحال تنعجن الخبز، خاصها ما تجيش قاصحه وفي نفس الوقت ما تجيش جاريه، فهي خاصها تكون مدلوكه مزيان وتكون خفيفه شويه. نفس عجينه الخبز، نفس الطريقه. ما درنا دقيق القمح الاصفر، غادي نزيدو دقيق الابيض. كيف قلنا الزيت، غادي نديرو معلقه كبيره ديال الزيت او لا جوج معالق، حيت انا هاد المعلقه جاتني صغيره شويه، انا نسيت. وغادي نحط الخميره ديالي بطبيعه الحال، غادي نزيد الملح. ثم السكر. وعندي الماء دافي، ندير كمية الماء اللي غادي تكفيني في العجينة، وتندوز تنعجن العجينة ديالي تتنحصل على القوام اللي قلت لكم. العجينة ديالنا صافي راها جاهزة. هنا ندير غير كمية قليلة، لأنني ما غنديرو لا في مجمد لا والو، فغندير غير الكمية اللي غادي تكون في مائدة الإفطار فقط. العجينة تجي هكا بهذا الشكل، تنجمعها هكا. تنجيب هاد الزيت وتندهن الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، وتنخليها حتى تتخمر ويتضاعف الحجم ديالها بطبيعه الحال. من بعد ما تنغطيها بكيس بلاستيكي، نتاكد ان الهواء ما تيدخلهاش. ملي تتخمر مزيان وتيتضاعف الحجم ديالها، عاد تنرجعوا نكملوا طريقه التحضير. دابا رجعنا من بعد ما خمر هاد العجين ديالنا، تتشوفوا هو تضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل. دابا نرجعو تنزلوه، نخرجو منو داك الهواء. هذا الشكل هذا، وتنبداو تنشكلوه على حسب الحجم اللي بغينا.
وتنستمروا تنكوروا بهذا الشكل، تنجيبوه لهنا نديروه بحال الشكل اللي تنديروا به الخبز. تنجيبو عاود الزيت، كاين اللي تيديرو ناشف، كاين الزيت هي اللي تترطب، تنعاود ندهنوه بالزيت. هذا بالمناسبة راه محمر، كاين البطبوط اللي هو داك اللي تيجي تيبقى يتنفخ في المقلة و تيعاود يهبط و تيجي خاوي من الداخل، هو اللي الصغار ديالو تنعمرو. هذا ماشي البطبوط، هذا المخمر متيجيش خاوي من الداخل، تيجي بحال السفنج. من بعد تنديرو الزيت هو اللول و عاد تنديرو عاود الطحين. أنا تندهنو بالزيت ومن بعد تنديرو شويه ديال الطحين، هاد الفينول اصفر تنقرصو في الطحين. ما خصوش يكون رقيق بزاف وماشي غلاظ بزاف بهذا الشكل. هذا تنبداو تنرتبوه في واحد الصينية اللي فيها قماشة بطبيعة الحال، وواحدة أخرى الطريقة راه ساهلة و متيجيش ناشف، تيجي رطب و مفشفش من الداخل، مفشفش. عرفت فاش كلشي تيقول هاد الكلمة مفشفش ولا غيرها؟ هكا تندهنو بالزيت من تحت و من الفوق غير شوية لأن هدا راه ماشي بحال الملون، و تنقرصو في الطحين. إذن انا غادي نكمل الكميات العجين اللي عندي، ومن بعد تنعاود نغطيه ونخليه يخمر المره الثانيه وعاد ندوزو باش نخبزوه. ودابا من بعد ما خمر هذا المخمر ديالنا، انا درت المقله تسخن، ومن بعد تنبدا نجيب الزيت، تندير شويه ديال الزيت هكا في المقله ديالي. تنبدا تنحط المحمر، طبعا الحال تتبقى الحريه في الحجم اللي تيبغيه كبير يديرو كبير، تيعجبني يكون غير صغير بحال هكا. تنخليوه هاد الوجه اللي لتحت غير تنحسو به شويه بدا تيشد، تنقلبوه ما تنتسناوش يتحمر باش ما يدير ليناش البواقات هاك. شتي ما خصوش يبقى تيتبوك لينا، لان الا تبوك فاش تنجيو نقلبوه يتحمر على الوجه الاخر، تيبقاو دوك البواقات طالعين، تيبقاو تيتحمروا لنا في الوسط ديالهم، تيبقاو لنا الجناب بورد. هاد الشكل هذا دابا تنخليوه يتحمر وعاد تنرجعو نقلبوه على هاد الوجه يتحمر مره اخرى. هاد الشكل هذا كتشوفوه هو فاش طاب، انا قلبتو على الوجه الاخر، تنستمر تنحركو باش تنتاكد انه تيتحمر مزيان من كاع الجوانب. وهذا هو الشكل النهائي ديال المخمر ديالي، تيتقدم بطبيعة الحال مع الشاي ومع العسل، وأيضا في رمضان راحنا تنقدموه في وجبة الإفطار. نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.